السلام عليكم خوتي، هذا كيقولوا له كول اوفيسيال. كول اوفيسيال اليوم غنشوفوا كيفاش كيتخدم وكيفاش يعني ايطاب باغ ايطاب كيفاش كيولي بحال هكا. خليكم معايا. انت السي احمد وري للناس كيفاش كول اوفيسيال كيتخدم. مرحبا، بالنسبه للناس المبتدئين اللي كيبغيو يتعلموا، خلاص لا داعي للذكر. الصناعيه كاين تبارك الله اللي كيخدموا بشي حاجه، حنا كاينين الصناعيه اللي كيطيحوا هاد الكور بحال هكا. هذا الكور بالطفيره فهمتيني، الكور اوفيسيال كنجيبوا هاد الباندار الطف، ها هي كيف كتشوفوا، وكنعبروا كنديروا القياس ديالنا هنايا صون هكا، كنحطوا كنضربوا الكور اوفيسيال ونخرجوا هادي، حيت نخدم بالطفيره ما خصناش هاد الشيء هذا يبان من التحت، نديروه من الفوق بحال هكا. الطف ديالنا غادي نشدو، غادي نطيحو شوية باش ما يبقاش شي جينا الطرف يجي مزيان ويزاد، نطيحو شوية هادي هادشي اللي غيبقى يبقى ما غيبقاش. بالنسبة للناس اللي باغيين يتعلمو، اللي كتخدم في دارها، اللي كيخدم في دارو، ما علم الناس اللي مهتمين بهذا، واخا اي واحد عنده غير اهتمام ولو غير من بعيد يعرف، ما عنديش مشكل. دابا هاد الكول هذا تقدر تسرعو حتى في شي قامي جا شي لعيب بحال هاد الطريقة هادي، غير هو كيضوبلو كيضوبلو كتلصق الخياطة كيجي كلشي لداخل، ما باينش مزيان، كتكون واحد الاختلافية عاود في الكور ديال القامي جا. هو الطريقة كيما فاش كيخدمها بحال دابا، أنا كتجيني هاد الطريقة سهلة، كندوز هاد الطفيرة هاكا باش تجينا الطفيرة لاصقة للزوار، باش غتجي فيها ربعة الطفاير خصنا نعرفو كيفاش. عاد كنبدا نخدمو ندوزو عليها المذابح، باش إلا درناها بوحدها كتجي شوية ناقصة، مكتجي زوينة هكا بالمذابح، كتجي شوية ناقصة صراحة. الطفيرة ضروري كتفرق هاد الناس. نقلبو نكرفدا عاود من التيجو هذا، اما انا دايرين هذا الفيديو ما دايرينش بحسابو زعما ولا باش نقولوا لكم زعما طريقه الخدمه كيفاش عاديه فهمتي، كاين دابا نو دابا كاين بزاف د الناس كيشوفو قفطان ياك، ما عندهم حتى شي فكره كيفاش كيتخدم، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها، كيعرفو غير القفطان والسلام مخدوم. ما فيها باس نقربوكم من الطومي، كلشي ولي عارف الطومي، حتى النهار تولي تشري قفطان و في تشري تعرف القفطان بشحال طايح، علاش ما يدوخوش عليكم. مازالنا القدام غندوزو الانواع ديال الثوب، انواع ديال الصقلي، انواع ديال العقيق، بزاف حاجه بحاجه. حنا كنتعلمو وكنعلمو ماشي حنا باش عفوا، وهذا الصناعه هادي راه بحر، كل ما قلتي راسك تعلمتي عرف راسك ما تعلمش والو، تعلمتي تلعب راه كل حاجه عندها مراحل، لانه علاش واحد الدومين اللي هو متطور نهار على نهار كيتطور ماشي ثابت. رجع راه غادي كنقولوا عليها حنا الحرث بلا زريعه، اي ماشي كيحرش بلا زريعه، الكانيت ديال الخيط خو خصو يتبدل.
باش تعرف اللي كاين. انت الكانيت ديال الخيط خوا خصك تعمرو. طريقة لا ما نشوف كنسمع غير الضربة راه ضربت انت اللي كتسمى شوية انت معاك. اي باش شويه الطريقه هذه باش تعرف منين المراه. ماشي بدك السهوله. باش نعرفوا الصناعيه راه تحيه الصناعيه. تحيه الصناعيه فين ما كان. فين ما كان. فين ما كانوا. واللي مازال محافظين على الصناعه واللي كيخدموا الصناعه بالعز. اللي جايبين العز. اما اللي جايبين الدله راه ما عندنا ما نديروا بها. حيت اخوت علاش؟ كاين شي صناعيه جابوا الدله للصناعه. حق الله العظيم. الله يهديهم الله يهديهم. لا داعي لذكر بنادم حنا دابا بفضل. لا اخويا ما كاينش اللي يطيح حتى لو كانوا المعلميه مثلا بغاو يطيحوا الدل فالمفتاح دائما في يد الصنايعي. دائما هو اللي في يدو ولكن دابا الاغلبيه اللي ما بقاش الصناعه ديال الصنايعي. علاش دلو اصاحبي بنادم ما بقاش عنده اهتمام بها اصاحبي. باش ما بقاش اهتمامه حتى بنادم شي شويه ما بقاش كيترى مال الصناعه فهمتي. ما بقاش كيترى مال الصناعه الاغلبيه ديال الدراري ما بقاش كيترى مال الصناعه حيت ملي كان حاجه ملي كتبقاش كيترى مال يا بنادم غادي تفتقد وغادي تبدا شويه بشويه كتموت بحكم دابا حتى حنا الفتى المغربي تطور ولا بشي حوايج راه عارف. صاحبي الفتى المغربي اللي وصل العالمي كاين لا كذا ما ولا الطرز بالكمبيوتر بزاف ديال الحوايج واحد الامور اللي تطورت بزاف الحوايج الايجابيين ضروري واحد بيني ولا الطالب عليه في 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 جميع الدول. ايوا ولا بغينا خصنا نحافظوا عليه خصنا نتهلاو في الخدامه صناعي. صناعي هو اللي كيضمن لك الاستمراريه ديال الصناعه هذه. الاخر كيتحمس ولا شنو قلت لك كاين تهلا ما تهلاش ليا في التاجر اصاحبي انا اش غندير بالتاجر. الصناعي دابا الصناعي الوقيته ديال الخدمه اللي كتكون محركه فيها هو خدام ولكن ايام فوق كتمشي ديك الوقيته هذيك من كيلقى مسكين ما هي راه كيضرب 6 شهور حتى 4 شهور غير كاين اللي كيدير باني غير مدير باني بدا اش كيولف على ديك الخدمه هذيك كيولف على ديك الدومين هذيك كيعكز يمشي لشي حاجه وحده. المهم الخير الله يدير الخير كتشوف اخو شي حنا على الطريقه ديالو دابا حنا خصنا نضرب على الطفاير راه هما ومازال عندنا جوج طفاير اللي غادي ندورو بهم من القفطه من القاع من القاع على الراس كتسمى جوج قفطه 12 القفطه هو هذا جوج طفاير راه مازالين غندورو بهم. المهم خليكم معانا و تخرج ديال البيت. ثم الخوش كيف كتشوفوا ورينا لكم التقليبه عاد الطفاير دابا حنا دوزين الطفاير الخامسه نجيبو السادسه من مورا غندوز على بهذه الطريقة هذي كنكونو مدوزين المذبح ديالنا مرتاح مرتاح على الدفيرة باش كتخدم شحال هذي كنا كنخدمو الدفيرة كنشوف كنديرو على اللوجة. دابا لا دابا وليت عارف طور الخياطة ضروري خصك تجيب ديك الشي مغيز فهمتيني تجيب ديك الشي هو هز الصوت ديالك شوية باش يسمعك المشاهد. جيب ديك الشي مغيز هو هذاك باش يجي ديك الشي باش السورجي كيجي لداخل مكيجيش باين ضروري كنحط هاد الشي مكيرفعش الطفيره الاولى والطفيره الثانيه خلاص خلاص هي خلاص صافي المعنى ديال 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 الطوق اوفيسيال بان من دوز السيادة الطفيره هادي المعنى بان هكا كيجي باقي خصها غير هذا الخويه اللي بقات هنايا هذه هي الطفيره اللي كتعمر داك مازال غادي نوريكم كيفاش الطريقه ديالها وان شاء الله غادي نبداو نلوحو لكم فيديو اش من خطاز كيفاش غادي نخدمو القفطان بالبارت فهمتي ندخل البارتيه بوحدها ادوزي صح ان شاء الله باذن الله باش حتى اللي يشد القفطان يعرف كيفاش يتعامل معاه يعرف كيفاش يتعامل على الاقل اللي بغى الطرق نوريو كيفاش الطرق ماشي بالضروره الانسان يتعلم اسمح لي ماشي بالضروره الانسان يتعلم حتى لو مشى يشري قفطان غير لاحظ يعرف يلاحظ الخدمه يعرف واش الخدمه سواقيه ولا ديال الدار فهمتي باش ما كيتقولبش كيتقولبش بهاد العباره وتعرف تقلب السلعه اللي غتشري نتايا. السويفه الاخرى مي كدوز اخوتي هادشي ها النتيجة النهائية هي هذه.
مازال عادي يدوز لها واحد المذبح هنايا ياك اسان. هذه هي النتيجة النهائية بحال هكا كيجي كنقولو لو طوق أو لا كول أوفيسيال. هانتوما العيال أش راه نقولو راه هادشي راه مكنتهلاوش فيهم، هو صنع هاديك الشيء طاب ديك الشيء عطر ناسيهم، متقولوش العيال أش راه ما عندناش حتى راه شي حاجة وسط راه إكسترا أوردينار. المهم شي نادي كندا اش ما تقولوش راكم في الطرف هادشي معبر بالقياس كدا راكم في الوسط ديكا طرف الحام حنا داروا ها ولا ها الواد الواد تحيه تحيه للعيال اللي كنضحكوا معاكم.